زابلت. على كل حال سي نور الدين الثورة عظيمة واللي الثورة اللي نجت مليون ونص شهيد. هاي لي كونكور أونكور حاجة اللي ما نقبلهاش. كيف؟ ما كاش مليون ونص شهيد. كيف ما كاش مليون؟ على بالي أنا رايح نجرح، على بالي راني رايح نجرح، وقالوا لي يا ودي معليش ما ديناش لانديبوندون 5 جويي، ديناها 3 جويي. يعني ما كاش مليون ونص شهيد؟ تشكك في الرقم هذا؟ إيه. يا سي نور الدين راك تنسب في كل المسلمات اللي بنى عليها الوعي تاع شباب كامل. ايه با يليق وصل الوقت وين نشوفوا الحقيقه. هل مثلا شحال عندنا من بعد الاستقلال؟ 60 سنه. 60 سنه. معليش. هل الوزير تاع المجاهدين ينجم يمدنا الرقم الصحيح؟ تاع الشهداء؟ ايه. لا وراه دير يمدهم. ومنين جابوا مليون ونص؟ منين؟ مليون ونص مليون شهيد. منين ونص؟ باسكو جمال عبد الناصر في 62 قال الجزائر الثورة العظيمة تاع الجزائر مليون ونص شهيد، وبن بالله عاودها كي جا خرج من الحبس على كل حال هذا تشكيك كبير في كاش واحد حسبهم؟ كاش واحد حسبهم؟ عندك الرقم انت؟ ما عنديش رقم، ولكن الذاكرة الشعبية والذاكرة التاريخية اسمح لي سي نور الدين هنا لازم نعلق عليها. الذاكرة الشعبية والتاريخية المسلمات اللي تربينا عليها يقولوا انه عندنا مليون ونص مليون شهيد، وانا هنا في هذا المنبر من هذا المنبر سي نور الدين ندعو يعني كل الباحثين والمختصين وحتى المسؤولين اذا كان عندهم ادلة اللي باش يثبتوا الرقم هذا واللي يفندوا كلامك يتفضلوهم يجيبوا لنا قبل ادلة باللي فيه مليون ونص شهيد كحسبوهم هذو 62 تتحسب. كيما حبيتوا تقولوا لنا لالجيري تان بيي عرب اكسكلوزيفمون عربي ميجيلمون، علاش؟ انا امازيغي ماهيش عربي. لا هذا نقاش واحد اخر، ولكن الرقم تاع الثوره لا الرقم تاع الثوره كل الجزائريين متفقين عليها سي نور الدين. لا ماهيش متفق على هذا الشيء، ماهيش متفق. كيما يقول معطوب الله يرحمه جو سوي با عربي جو با بليجي داتر ميجيلمون. ما كانش مشكله انت انا شو ميجيلمون. انتم من بربر وكل الجزائريين بربر امازيغ ما في مشكله. هذه مشكله. هذه نقاش تاريخ. يا فيه مشكله ما عنديش حق باش نتكلم لغتي. لا تكلمها اليوم بفضل الدستور تاع السيد الرئيس. ما كاش منها فستي. فستي مازال الان عجوزه تروح للبالي جوستيس ما عندهاش حق باش تكلم لغتها. يا رب داروا لنا مدارس، داروا لنا مدارس وقالوا لنا روحوا اقراوها. عاقلة راهم يقولوا لكم روح شوفوا واش راهم يديروا في المدارس. راني نقول لك يما ما جرامر ولا واحد عجوزه قبيليه شويه مزبيه ما عندهاش حق باش تكلم لغتها. مشكل الهويه. صبحنا مشكل الهويه. صبحنا شغل ماناش جزائريين في بلادنا. مشكل الهويه يا سي نور الدين يحتاج الى نقاش كبير. وعلاش تناقشوا غير علينا انتم؟ لا ما نناقشوش عليكم انتم؟ لا نتناقشوا في كل شكون الجزائريين، الشخصيه الجزائريه بكل ابعادها الامازيغيه الاسلاميه العربيه. هذا نقاش كل الجزائريين ويحتاج انه نتمنوا هذه الشخصيه. على كل حال مواقف كثيره سي نور الدين. شوف قبل لا كونستيتيسيون واش تقول لا كونستيتيسيون؟ سو ليدونتيتي الجزائريه. لارابيتي الاسلاميتي لا مازيغيتي هكذا ثلاثه. نورمالمون نقلبوها في رايك انت. لا لا العرب اللي جاو لنا الاولين هكذا. السكان الاخرين والاسلام اللي جاو الاسلام اللي جا الاول لا لا. نور الدين سي نور الدين حبيت تفهمنا باش نفهمك باللي التاريخ مزور في استعمار جديد في تاريخ مزور وكون يكمل ماشي برك تاريخ تاريخ مزور نظام مزور نظام سارق كون يكملوا هكذا. هذه بعض المواقف سي نور الدين رايحين يفتوا نواصل النقاش بعد الفاصل نسمع منك الاجابه بعد الفاصل.